l'amélioration de votre stratégie commerciale et tarifaire, réduire les délais de débarquement de vos marchandises. Les décisions initiales en cas de renouvellement, donc c'est une décision de renseignement tarifaire arrive à exposer. Une fois obtenue cette décision elle devient contraignante pour l'administration des douanes envers le code des douanes. L'article 50 du code des douanes et le décret exécutif 1865 du 14 juin des opérateurs préalablement à la souscription de la déclaration en douane. Pour aider les opérateurs dans leur travail de codification tarifaire et des marchandises tire de la date de sa notification à son demandeur. اليوم نظمنا بتنسيق مع مديرية الجمارك للولاية يوم تحسيسي إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين اللي يأتي يعني من أجل توعية ومرافقة المؤسسات ولاية بومرداس في للمشاركة في الإنعاش الاقتصاد الوطني وذلك في كل ما يخص عمليات التجارة الخارجية. قدم مساعدة كبيرة كيفاش نقولوا المتعاملين الجزائريين باش يسهلوا لهم في الأمور هذه. فهمت ماذا من هذا السيمينا هذا يتعمم على كل المؤسسات اللي تسهل أو تتعرقل في الوسم في التنظيم هذا فهمت ليزامبورتاسيون. في إطار سياسة الحكومة التي اعتبرت أن سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي. عملت المديرية للجمارك في هذا الإطار لأجل تنظيم أيام إعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خاصة الناشطين في مجال الإنتاج الوطني من أجل توجيه منتجاتهم إلى التصدير. يعني تدخل هذه الأيام الدراسية في إطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للجمارك من أجل التقرب ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لدفع عجلة الإنتاج الموجهة إلى الاقتصاد بحول الله. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.